إشكال بيننا وبين الإقليم، هذا الإشكال هو مستمر. لماذا؟ لأنه إذا الموازنة واقتصاد البلد يعتمد على النفط ونحن دون قانون نفط وغاز، فكيف تعالج المشكلة إذا بدون وجود هذا القانون؟ أما التفاوض والاتفاق مثل ما عبر السيد رئيس الوزراء بأن تكون موازنة مرضية مقبولة من قطاعات وكذا، طيب هالسنة ارتضينا، السنة القادمة شلون؟ فبالتالي من الضروري الانتباه بناء قواعد قانونية رصينة تحل هذه الإشكالات بشكل جدي، ليس فقط في هذا القطاع وإنما في مختلف القطاعات. وذكرت لك قضية اللي قلت لي قطعتها، هي موضوعة الاستثمار في المجمعات السكنية. أخي الأرض للدولة والدولة لديها مواطنين، تعطى الأرض مجانا للمستثمر يبني عليها ما لا يزيد عن 30-40 مليون ويبيع الدار ب 140 و 120 رأسا، دخلت إلى جيب المستثمر مجانا، في حين المواطن يعاني من هذه القضية. هذا جزء من الهدر والغبن الفاحش للدولة وإرادة الدولة. النقطة الأخرى، كميات كبيرة من الطاقات العلمية والخريجين الذين بالاختصاصات الدقيقة والقليلة تذهب إلى الخليج وإلى آخره، ونحن نصرف في جامعاتنا إذا كان من أهاليهم أو من الدولة. كل هذا ما عندنا توظيف حقيقي للموارد البشرية والموارد المالية. نتأمل أن تكون ما هو مرضي ومقبول في الموازنة من إشكاليات أن يتجلى في قانون النفط والغاز وقوانين أخرى تتعلق بالثروة المعدنية وغيرها، دون النظر إلى هذه في الدول الاتحادية. سيد الكريم، إما أن تكون الثروة ملك للدولة الاتحادية كلها وتوزع حسب عدد السكان والحاجات الفعلية. على سبيل المثال في ظروفنا الحالية لا يجوز أن تكون تنمية غير متوافقة ومتوازنة مع المحافظات بشكل متناسب. عندنا محافظات بحاجة إلى جهود مضاعفة وأموال أكثر من محافظة ثانية. لا يجوز فقط الاعتماد على العدد السكاني بقدر ما نعتمد أيضا على المحرومية كي يتطور البلد تطورا متجانسا متوازنا، مو نترك محافظة متطورة ومحافظة متخلفة، لأن كلهم مواطنون ومتساوون أمام القانون وأمام الدستور وأمام كل الإرادات.